أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف عن توجه وزارة التربية إلى إحداث تغيير جذري في المناهج التربوية لجميع المراحل الدراسية خلال الخمس سنوات القادمة. وخلال لقائه مع قيادي منطقة الفروانية التعليمية، شدد الوزير الحجرف على ضرورة إطلاع أهل الميدان على ماهية البرنامج المتكامل لتطوير التعليم باعتبارهم الضمانة الحقيقية لتنفيذه على أرض الواقع. ضمن لقاءاته الموسعة مع قيادات وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والتي شملت عددا من المناطق التعليمية، اجتمع وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف مع قيادي ومعلمي منطقة الفروانية التعليمية لعرض البرنامج المتكامل لتطوير التعليم. الوزير الحجرف شدد خلال اللقاء على ضرورة إطلاع أهل الميدان على ماهية الخطة الاستراتيجية التطويرية التي أعدتها الوزارة وفق مدة زمنية محددة لقياس مدى نجاح تطبيقها. نعول كثيرا على دور الأخوة أهل الميدان في تنفيذ هذا البرنامج المتكامل، هم سيكونون الضمان إن شاء الله لاستمرارية هذا البرنامج ولتنفيذه على أرض الواقع. سيكون هناك محطات لقياس نسب الإنجاز، وأيضا تكون هناك مؤشرات تحدد أين نحن من تحقيق هذه الأهداف للتدخل للتعديل والإصلاح إن تطلب الأمر ذلك. وكشف الحجرف عن إحداث تغيير جذري وشامل في المناهج التعليمية في المرحلة الابتدائية، تليها بقية المراحل خلال الخمس سنوات القادمة. اليوم إحنا 13-14 أعلننا عن المشاريع، 14-15 سيبدأ تطبيق المناهج الجديدة في المرحلة الابتدائية جديدة بالكامل، 15-16 يبدأ المرحلة المتوسطة، 16-17 يبدأ المرحلة الثانوية. فبالتالي اليوم احنا نهيئ الميدان لهذه التعديلات التي ستأخذ ان شاء الله طريق بعد سنتين من اليوم. خطة الوزارة تضمنت ايضا تطبيق نظام تصحيح الاختبارات الكترونيا في المرحلة الثانوية بدلا من الطريقة اليدوية، الى جانب تطوير الكنترول المركزي في ظل تزايد اعداد الطلبة سنويا.